no matter what your teachers and principals do, or whatever is going on in your home or in your neighborhood, the person with the biggest impact on your education is you. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي تلاميذ الأولى بكالوريا في أول درس من دروس الفيزياء اللي كيتحدث على حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت. دونك نحاولوا نشوفوا يعني من العنوان عندي شنو عندي فعندي حركة. دونك خصكم تذكروا القواعد ديال درس الحركة اللي قريتو في سانكيام في الجدول المشترك. عندي دوران، دونك دوران جسم، واحد الجسم كيدور. دونك هذا الجسم هذا الطبيعة ديالو فهو صلب، مكنهدرش على السوائل ولا الغازات، كنهدر غير على الأجسام الصلبة يعني اللي قاسحة حول محور ثابت. دونك هاد الحركة ديال الدوران تتم حول محور ثابت. دونك خصكم تحاولوا تذكروا حتى المبادئ ديال دوران جسم حول جسم صلب حول محور ثابت اللي قريتو حتى هو في الأولى بكالوريا. إذا هذاك الدوران ديال هذاك الجسم، دونك حنايا هنايا غادي نشوفوا الدرس ديالو، غنشوفوا الحركة ديالو، هذاك الجسم هذا ديالو كيفاش دايرة الحركة ديالو. يعني خصني نهضر على السرعة، خصني نهضر على عموما غادي نهضروا على السرعة. إلا أن هنايا غادي يكون عندي واحد التعريف، يعني تكون عندي واحد السرعة جديدة غادي ندخلوها للمفهوم ديالنا. دونك السرعة اللي قريتو في الحركة ديال الدرس ديال سانكيام ديال الجدول المشترك، فأنتم كنتو كتهضروا على الحركة المستقيمية، واحد الحركة تتم وفق مستقيم. دابا شنو عندي هنايا؟ عندي حركة ديال الدوران، يعني ما عنديش مستقيم، عندي الحركة ديال الدوران. متفقين؟ دونك غادي نديرو التعريف، أولا غادي ندخلو واحد يعني المهم هو أنكم خصكم تفهموا واحد السرعة جديدة اللي غادي ندخلوها في هاد يعني في هاد الدوران. دونك أول حاجة غادي نبداو بالتعريف. دونك واحد الجسم صلب، لجسم صلب حركة الدوران حول محور ثابت إذا كان لكل نقطة من نقطه حركة دائرية مركزة على محور الدوران. دونك يقول لك واحد الجسم صلب عنده واحد الحركة، يعني عنده واحد الحركة ديال الدوران فوقاش إلا كانت كل نقطة، مثلا خديت النقطة أن هنايا، إلا كانت كل نقطة يعني لكل نقطة حركة دائرية، هاد النقطة عندها واحد الحركة دائرية، هنايا شفتو المسار ديال أن، يعني تمشي من هنايا تضرب الدورة وتجي، دونك كل نقطة عندها واحد الحركة دائرية ممركزة حول، يعني اللي المركز ديالها هو محور الدوران اللي هو دلتا. إذا خديت مثلا أم حتى هي نفس الشيء، طلعت الدورة ديالها هنايا وكترجع. خديت كيو مثلا حتى هي نقطة من الجسم في داخل الجسم عندها نفس يعني نفس الحركة. دونك الحركة ديال الجسم في يعني جسم صلب في الدوران هو إذا كانت كل نقطة، يعني جميع النقط، أي نقطة خديتيها خص يكون عندها واحد الحركة، يعني خصها تكون كتكون ليا دائرة مع محور الدوران. كنستثنيو من هاد النقط. دونك شنو هما النقط اللي ما كيكونوش حركه دائريه؟ فهي النقط اللي كتنتمي لهذا المحور، اللي كتنتمي للجسم وكتنتمي للمحور، يعني التقاطع ديالو. علاش كتكون في السكون؟ حيت المحور ما كيدورش. دونك غادي ندوزو لمعلمات النقطه، يعني كيفاش كنعلمو واحد النقطه في حركه الدوران. دونك هنايا شنو درنا؟ هاد الى خدينا هاد يعني هاد الشكل هذا، خدينا هاد الشكل هذا قطعناه من هنايا على داك الحساب، على حساب النقطة ان، غنلقى شي حاجة بحال هكا. متفقين؟ هذا هو المقطع بحال كنشوفو من الفوق. إذا الحركة ام كيفاش كدير الحركة ديالها؟ فهي حركتها دائرية، وهذا هو المحور دلتا بحال أنا كنشوف دابا من الفوق، مكنشوفش من الجنب كما في الأول. دونك هاد النقطة مثلا ام اللي كيهمني واحد النقطة كيما كانت، بغيت نعرف الموضع ديالها فين جا. دونك خصنا ندخلو بعد التعاريف، غادي ندخلو الأفصل المنحني. شنو هو الأفصل المنحني؟ كنرمزو ليه بأس. الأفصل المنحني مثلا هاد إم كانت هنايا في البداية، كانت في إم زيرو وبدات كدور كدور حتى وصلت لإم، فالأفصل المنحني هو هاد الطريف، هاد القوس هذا، هذا هو اللي كنسميوه الأفصل المنحني. شتي علاش كنزيدو ليه هنايا واحد القوس فوق منه؟ متفقين؟ الأفصل الزاوي، الأفصل الزاوي شنو هو؟ الأفصل المنحني قلنا هذا القوس، الأفصل الزاوي شنو هو؟ هو هذه الزاوية هذه اللي كوناتها هذه النقطة إم، يعني نقطة إم مشات من هنا مشات حتى لهنا، فهي كونت ليا واحد الزاوية تاع تيتا، دونك هذا هو اللي كنسميوه الأفصل الزاوي. كاين واحد العلاقة ما بين الأفصل الزاوي والأفصل المنحني، واللي هي علاقة مهمة خصكم تذكروها دائما، هي الأفصل المنحني، هذا الأفصل المنحني، هذه المسافة هي كتساوي آخ شعاع مضروب في الأفصل الزاوي في تيتا.
متفقين. دونك من بعد غادي ندوزو لتعريف السرعه الزاويه. شنو هي السرعه الزاويه؟ فالسرعه الزاويه اذا خدينا هنايا كما قلنا واحد الجسم يعني واحد النقطه كتحرك، دونك تحركات في الاولي طن حسبنا الافصول الزاوي، عادت كملت تحركات طن وصلت الام اثنان حسبنا الافصول الزاوي تيتا اثنان. فالسرعه الزاويه شنو هي؟ هي تيتا اثنان ناقص تيتا واحد، يعني هي هاد تيتا هنايا تقسيم دلتا تي، يعني الزمن فاش وصلت هنايا سجلنا واحد الزمن وفاش وصلت هنايا سجلنا واحد الزمن، دونك الزمن ناقص الزمن كنديرو في المقام وكنحصل على السرعة الزاوية، ونعقلو على هاد التعبير ديالها فهو مهم مهم جدا. كاين عندي السرعة الزاوية دونك فهادي المتوسطة، عندي السرعة الزاوية اللحظية. السرعة الزاوية اللحظية شنو هي؟ إذا بغيت مثلا في واحد اللحظة تيتا مثلا هنايا حنا حددنا واحد السرعة متوسطة في هاد المجال كامل، يعني تيتا جوج ناقص تيتا واحد هادي كامل. دابا بغيت واحد السرعة مثلا قلتلك عطيني السرعة في النقطة ام، عطيني السرعة اللحظية في النقطة ام. دونك باش نحسب السرعة اللحظية في النقطة ام فأنا كنحاول ناخد واحد النقطة يعني اللي من بعد مع واحد يعني واحد الموضع، عفوا ماشي نقطة، واحد الموضع ديال هادي في الجزات القدام و الموضع اللي كانت فيه من قبل، كندير الفرق ديالهم كنقسمو على الأزمنة، الزمن اللي تسجل هنايا والزمن اللي تسجل هنايا، وكنحصل على السرعة الزاوية اللحظية. دونك عطاني واحد الخاصية هنا، قال لي جميع نقاط جسم صلب في دوران حول محور ثابت نفس السرعة الزاوية. جميع النقاط يعني كل النقاط ديال واحد الجسم صلب في دوران حول محور ثابت نفس السرعة الزاوية. شنو هو المثال؟ شنو كاين؟ نرجعو هنايا لهاد السيلندر هادي ديالي، فاش كيبدا هنايا يدور ليا المحور، السرعة الزاوية اللي كاينة عند النقطة إم اللي تحركات لهنا هي اللي كتكون عند النقطة إم، حيت الجسم صلب كله يعني كيتحرك بنفس السرعة. دونك هادي هي المعنى ديال هاد الخاصية هادي. دونك فحنايا هنايا المهم في هاد الدرس دونك هو هاد النقطة أربعة اللي هي العلاقة بين السرعتين الخطية والزاوية. دونك السرعة الخطية فهي زي كتساوي ليا دي واحد المسافه مضروبه في تي، والسرعه يعني الزاويه فاحنا شفناها هي تيتا دلتا تيتا على دلتا تي، متفقين؟ دونك في السرعه الخطيه كتكون عندي مسافه، السرعه الزاويه كتكون عندي فرق زاويتين، حيت هي نشوف سرعه زاويه اخرى سرعه خطيه فيها مسافه يعني واحد الخط. دونك فقلنا العلاقه بين السرعتين شنو هي؟ هاد العلاقه عاد اللي حاولوا تعقلوا ليها، دونك تقدروا تبينوها من هنايا. دونك نبداو بهذه السرعه الخطيه شنو هي كتساوي لي هي الا خدينا قلنا الافصول المنحني على دلتا تي، ومن بعد ندخلوا هاد الافصول المنحني كنعرفوا كيفاش كنحسبوه، هو اخ في تيتا، ها هو اخ في تيتا كنعوض كيعطيني هي اخ في دلتا تيتا على دلتا تي، وهذيك دلتا تيتا على دلتا تي هي اللي كنسميوها دبليو في اي او لا كنسميوها السرعة الزاوية، متفقين؟ دونك ملحوظة، تختلف السرعات الخطية لنقطة جسم صلب في دوران نظرا لاختلاف أشعة مسارها. دونك السرعة الخطية كتختلف، ولكن السرعة الزاوية قلنا عقلتو على الخاصية اللي من قبل، قلنا السرعة الزاوية فهي تبقى في جميع النقط عندهم نفس السرعة الزاوية، ولكن ما عندهمش نفس السرعة الخطية. إذا خدينا مثلا هنايا إن، هذه اللي كانت هنايا في إر شعاع كبير، هاد المسافة فاش غتمشي من هنا حتى لهنا، هاد ام هنايا غتكون مشات تكون وصلت غير حتى لهنا، دونك السرعة الخطية مختلفة. عقلوا على هاد المسائل فهي مهمة جدا، السرعة الخطية راها مختلفة ولكن السرعة الزاوية راها ثابتة، ماشي ثابتة ولكن جميع النقط عندهم نفس السرعة الزاوية. دونك حركة هنايا بعد فقط بعد يعني بعد الخاصيات ولا التعاريف، دونك ندير حركة دوران جسم سالب فوقاش كتكون منتظمة إلا كانت السرعة الزاوية ديالها ثابتة، السرعة الخطية فوقاش كتكون منتظمة إلا كانت السرعة يعني الخطية يعني ثابتة، متفقين؟ دابا هنايا إلا الحركة ديال الدوران عفوا الحركة المستقيمية كتكون منتظمة إلا كانت السرعة الخطية ثابتة، والحركة الدوران الجسم كتكون منتظمة إلا كانت السرعة الزاوية ثابتة. دونك بعد الخاصيات قال لي السرعة الزاوية اللحظية تساوي السرعة الزاوية المتوسطة، دونك كيكون عندهم نفس يعني عندهم نفس السرعة.
نستنتج العلاقة التالية، عندي واحد دلتا تيتا كتساوي دبل في في تيتا، فهذه غادي نستنتجوها طبعا، غادي نستنتجوها كلها كما قلنا من هاد التعريف، يعني فاش غنبين هادي غتبان ليا غادي تقدرو تبينوها، بحيث أن هذه هي زاوية الدوران بعد التمرين، يقول لي احسب زاوية الدوران، إذا كان عطيني السرعة المتوسطة وعطيني الفرق ديال الزمن، فأنا نقدر نحسب سرعة يعني سرعة ولا زاوية الدوران. دونك حركة الدوران المنتظم، شوف واش كيقول، يعني الدوران المنتظم يعني السرعة الزاوية ثابتة، كتكون الحركة دورية، يعني كتشكل واحد الدور، هاد الدور هذا كنسميه هو تي، كيساوي جوج بي على أوميغا على السرعة الزاوية. كنقدروا نحسبوا التردد كما الى عقلنا على القاعده ديالو، التردد هو المقلوب ديال الدور. فمن بعد فهو كيكون مطالب مني انني يعني ندير المعادله الزمنيه. دونك في المعادله الزمنيه الى بغيتها بالافص المنحني، هذا هو التعبير ديالها، هي السرعه الخطيه في تي زائد يعني اس زيرو. التعبير ديالها بالافص الزاويه هي دلتا تيتا كتساوي هي السرعه الزاويه في تي زائد تيتا زيرو. متفقين؟ الحركة الزمنية ولا المعادلة الزمنية هي لاش كتصلح ليا، هي فاش كنحددها بالتالي كيولي عندي الجسم ديالي في أي لحظة نقدر نعرفو فين كاين. دونك هذا هو يعني هذا هو الهدف من معرفة السرعة المعادلة الزمنية. فدونك هنايا بعد التمارين تقدر مثلا ترسمو هنايا الأفصول المنحني بدلالة الزمن، وهذا الميل هدف هو كيكون كيمثل ليا يعني كيمثل ليا السرعة الخطية. متفقين؟ إلا رسمت اس يعني الأفصول المنحني بدلالة الزمن، فالميل ديالو غادي يمثل ليا هو السرعة الخطية. وإلا الحالة فاش غادي نرسمو تيتا يعني الزاوية بالراديان، غنحسبو تيتا بدلالة الزمن، فالميل كيمثل ليا السرعة الزاوية. وبهكذا غادي نكون انتهينا من الدرس الأول ديال الفيزياء، على أمل أن نلقاكم في دروس أخرى إن شاء الله. تقبلوا تحية الأستاذ هشام معكم.